السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، ممكن عندي سؤال أسأله لك؟ اتفضلي يا أختي. يا فضيلة الشيخ، أنا يعني جوزي في شهر رمضان اللي فات ده حصل بيني وبينه جماع مرتين في نهار رمضان وأنا صايمة، فهل يجوز إن أنا أصيم يعني اليومين دول عادي زيهم زي أيام الحيض؟ لا، انت كنت موافقة ولا مكرهة؟ لا، كنت يعني غصب عني حصل كده. لا، اذا كنت مكرهة اكرهك على هذا رغم انفك بالقوة، ليس عليك انت شيء، هو اللي يأثم. لكن لو انت مطاوعة له وكان باستطاعتك ان تمتنعي ولم تمتنعي، فعليك ما كان كل يوم صيام شهرين متتابعين. إن عجزت أطعمت 60 مسكينا عن كل يوم، فأنصحك بذلك. إنه بلا شك كان أمامك فرصة للرفض، فأنصحك أن تصومي شهرين متتابعين. عجزت أطعمي 60 مسكينا مكان كل يوم، إذا كنت مطاوعة له أو كنت بالإمكان أن ترفضي وما رفضتي. السلام عليكم.